واضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توسع من عملياتها العسكرية البرية في مدينة خان يونس تحديدا في المناطق الشمالية الغربية والشمالية الشرقية، هذا بالإضافة إلى منطقة شرق خان يونس التي تتعرض على مدار الساعة إلى عمليات قصف عنيف. لكن في الأيام الأخيرة الثلاثة الأخيرة أو الأربع أيام الأخيرة تكثفت العمليات العسكرية البرية في محيط منطقة حمد، وهذه المنطقة التي طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي النازحين والمواطنين القاطنين في هذه المنطقة بضرورة إخلائها وإخلاء مئات الآلاف من النازحين، على اعتبار أن المنطقة الشمالية الغربية هي المنطقة الأكثر يعني من الناحية الجغرافية منبسطة وتستوعب مئات الآلاف من النازحين. كل هؤلاء النازحين الذين كانوا في محيط مدينة حمد والتي يوجد بها 3000 شقة سكنية ومحيطها الذي يتسع لعشرات الآلاف ومئات الآلاف من المواطنين، غادروا هذه المنطقة باتجاه المناطق الغربية، وجزء آخر توجه إلى المناطق الوسطى من قطاع غزة تحديدا مناطق دير البلح. لكن منذ ساعات الفجر أو ليلة أمس تحديدا وحتى هذه اللحظة عمليات القصف المدفعي الجوي وأيضا المروحيات الإسرائيلية التي شاركت في عمليات إطلاق النار بصورة مكثفة 3 مرات في المناطق الغربية تحديدا إلى الشرق والغرب من مدينة حمد ما زالت متواصلة حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها. أصوات الانفجارات التي تسمع في 3 مناطق رئيسيا في هذه اللحظة، المناطق التي تقع إلى الشرق من مدينة حمد وهي منطقة السطر الغربي ومنطقة القرارة وأيضا المنطقة الغربية بلوك 89 والمنطقة الجنوبية الغربية وهي محيط منطقة أصداء، على الرغم من هذه المنطقة تحديدا هي من ضمن المناطق الآمنة، لكن الأربع أيام الماضية هذه المنطقة الآمنة تعرضت إلى عمليات إطلاق قذائف مدفعية، طائرات مسيرة قصفت المكان، وأيضا الآليات الإسرائيلية المتوغلة في مدينة حمد أطلقت النار على خيام النازحين مما أدى إلى استشهاد أكثر من 17 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء الذين كانوا داخل الخيام، من بينهم طفل رضيع لم يتجاوز 2 عامين. وبالتالي التصعيد الإسرائيلي ما زال سيد الموقف في هذه المنطقة، على الرغم من أن هذه الليلة تراجعت الآليات الإسرائيلية مئات الأمطار باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة حمد. بالتالي بمعنى أن القوات الإسرائيلية التي كانت داخل مدينة حمد انسحبت، القوات التي كانت غرب مدينة حمد تراجعت إلى المنطقة الشمالية الشرقية، ثم بدأت عمليات القصف والنسف وسماع أصوات الانفجارات داخل مدينة حمد. وعلى ما يبدو كانت هناك عمليات تفخيخ لشقق أو لأبراج سكنية في المنطقة ومناطق أخرى في محيط المنطقة، سمعنا أصوات انفجارات هزت مدينة خان يونس بكاملها، ثم بدأت عمليات القصف على المناطق الشرقية من مدينة حمد تحديدا السطر الغربي وبني السهيلة والقرارة ووصولا إلى بلدة عبسان والزنة. اليوم صباحا منطقة أصداء تم إخلاء أحد الشهداء الذين تعرضوا إلى عمليات إطلاق نار داخل الخيام، حيث أصابت رصاص الدبابة إسرائيلية أحد المواطنين بالرأس، نقل هنا إلى مجمع ناصر الطبي نقل شهيدا. الأخطر الآن هي وصول مناشدات حقيقة منذ يعني أكثر من ساعتين تصل إلينا مناشدات، غير يعني قبل قليل تأكدت هذه المناشدات عن وجود عائلة فلسطينية بأكملها تعرضت إلى عمليات القصف الإسرائيلي بالقرب من مدينة حمد أو مشروع الإسكان القريب من مدينة حمد، وهذه العائلة بأكملها تحت حطام المنزل الذي دمرته القوات الإسرائيلية، والحديث يدور عن 16 فردا أطفال ونساء وشيوخ داخل هذا المنزل الذي تعرض فجر هذا اليوم إلى عمليات قصف من قبل تفضل الطائرات الحربية الإسرائيلية.